عسلامة، مرحبا بكم. أنا اسمي رياض الريحي، مترشح عن عمادة نشير رومان بعرض. أنا تقني في الفلاحة، ناشط في المجتمع المدني، وبالأساس أنا فلاح. دخلت الانتخابات التشريعية خاطر شفت روحي نجم نفيد منطقتي ونجم نقدم الإضافة. برنامجي الانتخابي هو واقعنا اللي نعيش فيه الحقيقة. البحث عن حلول جذرية لتحسين مستوى العيش الكريم للمواطن يتمثل في مثلا عن توصيل الماء الصالح للشراب بكل المنازل على مستوى كامل المنطقة، مواصلة تحسين وإصلاح الطرقات الرئيسية والمسالك الفلاحية التي قد تساعد المواطن بصفة عامة والتلاميذ ثم الفلاح بصفة خاصة. نعمل على إيجاد شركاء بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والبحث على سبل تطوير التنمية الاجتماعية الاقتصادية والبيئية على مستوى كامل المناطق العمادة وإحداث مواطن شغل تساعد في خلق دورة اقتصادية تعود بالفائدة على المناطق المعنية. الحرص على تنظيم دورات في التكوين المهني والتنمية المستدامة في اختصاصات وأنشطة تتماشى مع خصوصيات المنطقة لتطوير طرق العمل وخلق فرص أكثر لإنجاح المشاريع الخاصة ولتحسين مدخول الفرد والعائلة ككل. العمل والتشجيع على حسن استغلال الثروات الطبيعية مع المحافظة عليها وتثمينها بشكل منظم وقانوني، مع التشجيع في الانخراط في الأياكل المهنية. زاد ما ننسوش وهذا ضروري إنشاء وتوفير أماكن ودور شباب ورياضة وثقافة لكل الأعمار، وحنا نعرف الرياضة والثقافة ودورهم على الشباب خاصة، وطبيعة الحال الشباب هو شريك في اتخاذ القرارات. نعرف اللي الشباب هو اللي يبني المجتمعات في كل دول العالم. زاد عنا زاد باش نحاولوا نساعدوا الفلاحة والمرأة الريفية خاصة. في النهاية نحب نشكر كل الناخبين اللي صوتوا اللي جاوا. نحث زاد كل المواطنين باش يساهموا باش يشاركوا، خاطر هذا دورنا وهذه فرصة لكل مواطن يحب يخدم منطقته ويخدم بلاده بصفة عامة. عموما ان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله نكونوا في المستوى المأمول بحول الله ان شاء الله، والسلام عليكم.